طيب بنروح لتقرير آخر، والحقيقة إنه فيه اهتمام كبير جدا من الدولة بالأطفال في المراحل العمرية الأولى، سواء بقى من النواحي الصحية أو توفير الاحتياجات الأساسية ليهم، زي مثلا الحضانات اللي بتنمي عند الطفل المراحل الأولى للإدراك الحركي والتعليمي، وصدر توجيهات من السيد الرئيس بالتوسع في عدد الحضانات على مستوى الجمهورية، وخاصة حضانات الأطفال ذوي الإعاقة. تتماشى مجهودات تنمية الطفولة المبكرة مع رؤية الدولة المصرية للاستثمار في البشر، خاصة في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية بالتوسع في عدد الحضانات البالغ عددها 26,000 حضانة على مستوى الجمهورية متضمنة حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، قامت الحكومة بتطوير ما يزيد عن 1000 حضانة في قرى حياة كريمة، ومن المستهدف تطوير 3,200 حضانة إضافية، كما يتم العمل على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناءً على المعايير الوطنية لضمان جودة دور الحضانة، وتمت إتاحة قروض ميسرة من خلال بنك ناصر الاجتماعي لتشجيع إنشاء وتطوير الحضانات. كما تعمل الحكومة على رفع الوعي المجتمعي بأهمية التحاق الأطفال بالحضانة، حيث يبلغ عدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانة 1,000,000 طفل من إجمالي 10.4 مليون طفل، وذلك من خلال برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل الذي يستهدف أسر الأطفال تحت سن العامين لضمان التغذية السليمة للأم والطفل، وأيضاً رفع الوعي عن التربية الأسرية الإيجابية والأمومة الآمنة والاكتشاف المبكر للإعاقة. وتنتهج الحكومة نموذجاً مرتكزاً على الطفل والأسرة لتنمية الطفولة المبكرة، بحيث لا يقتصر دور الحضانة على تنمية المهارات الحسية والإدراكية والحركية للأطفال، لكنها تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والقروض الميسرة ومحو الأمية لأمهات الأطفال بهدف ضمان تنمية الأسرة المصرية بشكل متكامل.